طيب حضرتك التعامل مع الملف ده في ألمانيا، حضرتك يعني من أحد العلماء الكبار المصريين اللي بنفتخر بيهم، يعني سواء كان تاريخيا إن حضرتك ابن النقراشي باشا الله يرحمه، أو كمان إن أنت حضرتك يعني أحد أهم علماء الطاقة وليك باع كبير جدا في ألمانيا، شايف التعامل إزاي مع هذا الملف ومع الحلول الواقعية؟ لأن في إشاعات كده أو بعض المعلومات ما نعرفش هي زائفة أو حقيقية، إن في تنصل من بعض القوى الصناعية الكبرى في وضع حلول جذرية وواقعية على أرض الواقع عشان فعلا نخرج بحل مناسب للجميع ويبقى فيه عدالة مناخية، يعني هذا المصطلح الذي برز بشكل كبير في كوب 27، يبقى فيه عدالة مناخية في التعامل مع كل الدول سواء كانت الصناعية الكبرى أو النامية أيضا. بعد الكلام اللي حصل ده حصل انه السفير المصري في برلين كان ايامها السفير بقى وزير بعد كده محمد العرابي دعي للمعهد ده اللي في هامبورغ وفرجوه هم بيعملوا ايه وكل حاجه وشافوها، وبقى في شويه حماس انه يحصل تعاون بين ده من 20 سنه اي سنة 2004 1999 حصل أول اجتماع، بيقولوا يا ترى الفكرة دي سليمة إنه الشمس تكفي اللي نازلة على صحراء شمال أفريقيا، إن الدول اللي موجودة في شمال أفريقيا تقدر تعمل من الشمس دي كهرباء تنفعها هي؟ هو كان معروف أياميها إنه في الألواح الضوئية دي اللي بتستخدم ضوء الشمس وتحول الكهرباء على طول، لكن بالليل مفيش، كانت المشكلة بتاعتها انها بتقدر تدي كهرباء بالنهار لكن بالليل ما فيش، والمشكلة دي ما زالت موجودة ما اتحلتش. الوضع ده يخليها ما تقدرش تاخد محطة تقليدية، محطة كهرباء تقليدية بتشتغل طول النهار وطول الليل وعلى حسب الطلب، دي بس بتدي وقت ما الشمس تطلع وبعدين لما تيجي سحابة بتقلل وبالليل طبعا ما فيش. ففي طريقة تانية كانوا بيفكروا فيها انهم يركزوا اشعه الشمس بحيث انها تعمل حراره تكفي نفس الحراره اللي بتتعمل لما الواحد يحرق البترول او الغاز، وبالحراره دي الواحد يشغل محطه الكهرباء العاديه اللي هي بتشتغل بالبترول او الغاز بعد حرقه، فبيشغلوها بحراره الشمس بدل ما يشغلوها بحراره الوقود. فعملنا اجتماع ودعينا الناس من المغرب ومن الأردن ومن الجزائر ومن مصر، الأغلب شمال أفريقيا. أيوه. وابتدينا نفكر في الموضوع ده ممكن يتعمل ولا لا. ففي البداية كان في شك إنه كمية أشعة الشمس اللي بتنزل على صحراء شمال أفريقيا تكفي إنها تعمل كهرباء بحيث إنها تكفي الدول الصناعية دي ولا لا. فقلنا نعمل دراسة عن الموضوع ده الأول نشوف الكمية بتاعتها قد إيه ونقدر نعملها إزاي. وبعدين المشكلة التانية إزاي الواحد لما يعمل الكهرباء دي، هم محتاجين الكهرباء في أوروبا وإحنا هننتجها في شمال أفريقيا، فيا ترى يقدروا ينقلوها ولا النقل ده هيبقى مشكلة. فواحد من اللي كانوا موجودين في الاجتماع مننا كان موظف في معهد اسمه معهد شؤون الطيران والفضاء أبحاث طيران الفضاء في ألمانيا، ودول عندهم أقمار صناعية بتلف وهم بياخدوا القياسات بتاعتها. من ضمن القياسات اللي بيقيسوها الشعاع اللي نازل على الأرض وبنعكس اللي بينعكس منه قد إيه، فبيقدر يعرف إذا كان الشعاع اللي نزل امتصه جزء من السحاب ولا وصل مباشرة إلى الأرض. هم محتاجين الأشعة المباشرة مش اللي جزء منها يمتص من السحاب، فلاقوا انه كميه الاشعه اللي نازله على الصحاري كلها مش بس شمال افريقيا كميه كبيره جدا مهوله تكفي العالم كله لالاف السنين اللي قدام. دي يعني ثروه كبيره جدا وموجوده، لكن موجوده فين؟ بس في الصحاري مش موجوده عندهم في اوروبا طبعا. السؤال الثاني يا ترى نقدر لو عملنا محطات كهرباء نقدر ننقل الكهرباء؟ فتعمل بحث
كانوا باحثين، باحثين ابو البحث كان كميه انا متشوقه عشان اعرف النتيجه في الاخر قدروا يتصرفوا ازاي كميه الطاقات اللي موجوده. فعمل طبعا البحث مش بس على الشمس، على كل الحاجات الثانيه، الطاقات المائيه وطاقات الاخشاب والحاجات دي. وبعدين عمل البحث يا ترى نقدر ننقلها ازاي. فواحد من اول الاقتراحات نحولها لهيدروجين، والهيدروجين ده ننقله عن طريق مواسير او عن طريق الاسطوانات، ننقله على اوروبا ونرجع نحوله تاني الكهرباء. فطلع الفاقد في المواضيع دي 75%، يعني اللي هيوصل بس الربع. فدي الحكايه مش سهله. بنعمل بالخطوط التقليديه للكهرباء اللي هي بالتيار المتردد اللي موجود عندنا ده جاي في البيوت، فطلع الفاقد حوالي 45%. فالتقنيه اللي كان ممكن تتعمل هي تحويل التيار المتردد اللي احنا بنستعمله في البيوت بتاعتنا عندنا الى تيار مستمر على جهد عالي، مش بس على الجهد العالي بتاعنا ده، على جهد 600 او 800 كيلو فولت. وده يتنقل في خطوط بحريه تحت البحر الابيض المتوسط ويوصل لغايه اوروبا وهناك بقى يتوزع. طب هل مثلا دكتور هاني نقدر في دقيقتين نقول مثلا النتيجه توصلت في ايه؟ عشان للاسف زمايلي في الكنترول عمالين يقولوا لي ان الوقت للاسف يعني اوشك على الانتهاء. ده كان مشروع وفي ناس كتير لقت ان ده حاجه كويسه جدا وعامل تعاون بين الشمال والجنوب. يبقى الشمال عنده الاموال وعنده العلم والجنوب عنده الامكانيات الجغرافيه، والاثنين يستفيدوا من بعض. والشمال هيستفيد كمان اكتر من انه الهجره الغير مرغوب فيها او الغير مشروعه، حضرتك تسمع عنها كتير، انه مش عاوزين هم الهجره دي بالكميه دي هتقل، لانه هيكون في مجال للعمل وللرزق في الجنوب اللي هو شمال افريقيا. لغايه اما جت بعد كده شويه ظروف مختلفه خلتهم يقولوا لا احنا مش عاوزين نبقى معتمدين على ناس عاملين يعملوا ثورات كده. كان حصل بقى حكايه الربيع العربي 2011، ومش عاوزين نعتمد على ناس يكون عندهم حاجات زي كده وطول الوقت يلخبطوا. ومن ناحيه وجهه نظرهم هم لما يبصوا مثلا على ليبيا ويبصوا على سوريا الاضطراب يقولوا ده فعلا ده حجم. لو بس هم على مصر وعلى تونس وعلى المغرب هيقولوا حاجه ثانيه. يعني نقدر نقول ان حقيقه الموقف ده ان مصر بتمتلك ثروه طبيعيه رائعه جدا في الطاقه الشمسيه، وتقدر ان هي تستثمرها بالتعاون مع الجهات الاوروبيه لو نقدر ان احنا فعلا نعرف الحقيقه الواقعيه في التعاون ده. طبعا يعني نقدر نعملها لوحدنا من غير التعاون طبعا،